الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا، رؤية التخلص من الأفعى في المنام علامة على التخلص من مشكلة كبيرة كانت تؤذي صاحب الرؤية. رؤية قتل الحية في المنام علامة أن صاحب الرؤية سوف يتخلص ممن كان يؤذوه إما في بيته أو عمله والله أعلم. قتل الحية في المنام وكانت على سرير صاحب الرؤيا علامة على موت زوجته قريبا والله أعلم. قطع الأفعى إلى نصفين في المنام علامة على انتصار صاحب الرؤيا على أعدائه الأيام المقبلة. رؤية قتل الحية في المنام علامة على تخلص صاحب الرؤيا من الاضطرابات التي كانت في حياته والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. من يرى في المنام أن هناك حية داخل الحمام علامة أن هذا الحمام يسكن فيه شيطان والعياذ بالله. حلم وجود الحية داخل الحمام علامة على الشر الذي يصاب به صاحب الرؤيا الأيام القادمة فعليه الحذر. حلم الحية داخل الحمام في المنام علامة على الأزمات والأمور الصعبة التي تواجه صاحب الرؤيا إما في بيته أو عمله الأيام القادمة. رؤية الحية داخل الحمام في المنام علامة على الأحداث المؤلمة والأزمات الكثيرة القادمة في حياة صاحب الرؤيا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة الحية داخل الحمام في المنام علامة أن هناك من يحسدها على زوجها في بيتها فعليها الحذر والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم.